اولا مسي عليكم ومسي على جميع المشاهدين قناه النبأ الفضائيه. طبعا زي ما انتم عارفين قبل 3 أيام الماضيه حدثت حاله تسمم في مدينه القطرون، تحديدا في منطقه البخي في اثناء احدى المناسبات، نتيجه لتناولهم الدجاج الفاسد من احدى المحلات التجاريه في مدينه سبها، مما تسبب في اكثر من 120 حاله تسمم. واغلب الحالات طبعا زي ما انتم عارفين مستشفى القطرون يعاني معاناه حقيقيه ومعاناه كبيره جدا نظرا لعدم قدرته على استيعاب، وحتى ولو 10 حالات ناهيك عن اكثر من 120 حاله تسمم وحاله وفاه واحده، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمدها بالرحمه والمغفره ويجعل مثواها الجنه ان شاء الله رب العالمين. وهنا انا نحمل جميع الجهات المسؤوله وذات العلاقه بالتحديد مكتب الرقابه على الاغذيه والادويه في مدينه سبها وفي الجنوب الكامل، هذا المكتب للاسف الشديد غير مفعل تماما، ليس لديه اي نشاط او اي عمل على ارض الواقع. ما عارفين حتى حدثت قبل يومين حد نفس الحاله في مدينه جدابيه وكذلك في مدينه غات، وهذه غات وقطرون مناطق هذه مناطق بعيده جدا، مناطق حدوديه زي ما انتم عارفين. غات تقع في اقصى الجنوب الغربي لليبيا متاخمه للحدود الجزائريه النيجيريه، والقطرون تقع في اقصى الحدود الغربي لليبيا متاخمه للحدود النيجيريه التشاديه، واقرب مستشفى يبعد من مدينه قطرون هو حوالي 250 كيلومتر وهي في مدينه طراغن. وزي ما انت عارف حتى اغلب المستشفيات لا تستطيع استيعاب اكثر مثل هذه الحالات، وانت زي ما عارف المستشفيات امكانياتها ضعيفه جدا وتكاد تكون معدومه. سيد رجب، هل المستشفى مهيئ لاستقبال مثل هذه الحالات مثلا؟ للاسف الشديد يا اخي الكريم نقول لك ان المستشفى غير مهيئ له استقبال حتى 10 حالات، لان المستشفى زي ما انت عارف هو مستشفى ترفع حديثا الى مستشفى قروي، لكن للاسف الشديد ترفع الى مستشفى قروي لكن لم يتم له عمليه تحوير. ابرز النواقص لتنقص المستشفى سيد رجب؟ يكون لديها 40 سرير، لكن المستشفى لم يتحور ولم يصين، عباره عن مركز صحي يخدم في مدينه قطرون ولم تتوفر له اكثر الامكانيات، ومما اتقن من جهلنا صراحه. وزي ما انت عارف حتى قبل شهرين حدثت نفس المشكله مع عصابات التهريب والمجرمين في منطقه تجاريه التي تبعد عن مدينه قطرون 70 كيلومتر، مما اسفر عن اشتباكات وحالات جرحى وقتلى. لكن للاسف الشديد لابد انا هنا نحمل جميع السلطات لها ذات الاختصاص ان تهتم بالمناطق الحدوديه بالذات لدعم مستشفياتها وتحويرها.